السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة التمارين الدائمة، مادة الرياضيات، درس الأعداد من 0 إلى 99. التمرين الأول، ألاحظوا وأكمل. لدينا التمثيل بالقضبان والمربعات، والمطلوب هو كتابة العدد في جدول العد. التمرين الثاني، ألاحظ المثال ثم أكمل. لدينا أعداد مكتوبة بالحروف في المجموعة الأولى ثم المجموعة الثانية، بها أعداد مكتوبة بالأرقام. نصل كل عدد بالحروف بنظيره بالأرقام، كمثال 70. التمرين الثالث، أكمل الجدول. في الجدول لدينا الكتابة بالحروف ثم الكتابة الرقمية بالأرقام ثم العدد مفكك إلى عشرات ووحدات. التمرين الرابع، أكمل البطاقات كما في المثال الأول. التمرين الخامس، أضع الأعداد التالية في المكان المناسب: 91، 88، 94، 73، 76، 81، 85. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.